Eu irei chamar aqui Alfa Ibrahim Sau, diretamente do sul, da cidade de Maputo, com 19 anos, que irá representar a cidade de Maputo para a categoria de 30 juz. Só um apelo. Quando o Coran está a ser recitado, estamos a pedir mais uma vez para mantermos em silêncio. É a categoria de 30 juz, a concentração é maior. Se nós atrapalharmos com algum barulho, o fio de pensamento foge mais rápido. E, portanto, estamos a pedir a todos, encarecidamente, para mantermos em silêncio, não mexermos as garrafas, as cadeiras, evitarmos tossir e mantermos nossos telemóveis em silêncio. Jazakumullah khair, assalamu alaikum. السؤال الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ من قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حسبك. السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ من قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم أقدمون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعلني من ورثة جنة رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. حسبك. السؤال الثالث، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ من قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا
ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. حسبك ما شاء الله.